النهاردة أنا جاي لكم بأقوى مسابقة اتعملت في تاريخ اليوتيوب، مسابقة بين أمل وأفنان وآية، آية يعني خفة الدم كلها، وجايز تكون هي اللي هتكسب النهاردة، بس المنافسة صعبة لأن أمل مش ناوية تسيب لهم أي فرصة، وبنقدم التالتة بتاعتنا اللي جايز تكون هي الفائزة بالجايزة النهاردة أفنان. يلا بينا نبدأ الحلقة. أول سؤال آية، حاجة من بره خضرة ومن جوه حمرة، هي ايه؟ بطيخ. ان الابرار الاثنين، صورته وصورته الانفطار والمطففين. شاطرة سكفولة. فاكهة من بره، من بره صفرة ومن جوه صفرة وطويلة. وطويلة. موز. حيوان بحرف الحاء. ح. حمار. أكبر حيوان في العالم كله، الديناصور ولا الحوت الأزرق ولا الحوت العم؟ سقف الامل. خدي. مين اللي اسرع؟ مين اللي اسرع؟ الفهد ولا السلحفة ولا الحمام؟ مين الازكى؟ مين الايه؟ الازكى. صلاح. صلاح. محمد صلاح. طيب الأزكى، القرد ولا السلحفة ولا الدولفين؟ الدولفين. ها؟ الدولفين. طب أنا هديك العشرة جنيه بس لو جاوبت ده. الدولفين بيعيش فين؟ في البحر. سقف الآية. سقف. جزء عام. ثلاثة. هل أتاك؟ ليكي ثلاث غلطات بس. هل أتاك حديث الغاشية؟ ماما هتغني شيشنا. أيوة. هل أتاك حديث العساكر؟ إيه؟ العساكر يعني هل أتاك حديث الجنود؟ الجنود. أدي أول غلط. سورة النازعات. مين اللي أسرع؟ الحصان ولا السمكة ابو سيف؟ الحصان. 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 ايه؟ الحصان. قولي بصوت عالي. الحصان. اجابة خاطئة. السمكة ابو سيف. مين اذكى حيوان بعد الدولفين؟ انا عارف. السمكة. السمكة. اجابة غلط. سقفولها. كنت اسألها سؤال والله، كنت اديها اختيار. انا عادي 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 عادي. صورة سميت بني النضير، المجادلة ولا الحشر ولا الاحقاف؟ المجادلة. حشر. الاحقاف. الحشر. سقف الامل. حاجة من بره صفرة ومن جوه صفرة وعندها بذرة كبيرة. بذرة كبيرة؟ من جوه صفرة. ومن بره صفرة وعندها بذرة كبيرة. اوعي تتكلمي. بذرة كبيرة. لو اتكلمتي هديها الفلوس. مانجا. صح. سقفولي. خدي يلا مانجا. 2 4 6 8 10. مين اللي بيغني اغنية بنت الجيران شغلالة نعناية؟ عارفها؟ حسن شاكوش ولا شعرك منكوش؟ حسن شاكوش ولا حمو بيكا؟ حسن شاكوش. الله.
خمسة فضية بس ماشي. الأسئلة الجاية خمسة فضية عشان نسأل شوية. أمال أغنية فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة. أيوة مين اللي غناها بقى؟ دي اختيارات. أيوة تامر حسني ولا حمزة نميرة؟ حسن نميرة حمزة قصدي تامر حسني. تامر حسني ولا حمزة نميرة؟ شك في ان هي حسن نميرة. حمزة نميرة. حمزة نميرة. سقفة 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 سقفة. يلا يلا. اسألها سؤال اغاني صعبة. ليه؟ اشمعنى اخواتي؟ ما هي اغاني الغزالة رايقة. لا الغزالة رايقة لا. انا عايز حاجة تانية. احنا اللي رايقين والله مش الغزالة. مين اللي غناها بقى افنى؟ هو كريم محمود عبد العزيز مغنيها صح؟ يا ترى هو تامر حسني ولا كريم محمود عبد العزيز؟ كريم محمود عبد العزيز. الاثنين وثلاثة كام؟ إذا ما سألت أقول له صح. بقول لك اثنين وثلاثة كام؟ ماشي. أوكي. أوكي. لا يا خلاص ده سؤال سهل جدا وهتاخدها وانا عارف. لا 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 انا خلاص سؤال. مين الحيوان اللي يقدر يموت الاسد في الثلاثه اللي انا هقول لك عليهم دول؟ انا. اجابه خاطئه. طب لسه هقول لك الفيل ولا تعبان ولا الضبع؟ الضبع. غلط. استنى غلط. استنى في الاخر. لا استنى اقول لك حاجة. قول. استنى اول ما يجي دوري قولي قرآن سورة النص. ما قلت لك قولي قرآن وانت ما رضيتيش. خلاص يبقى تخلصي. امل. نعم. معنى كلمة كروكودايل؟ دي اختيارات. ثعبان. تمساح. سلحفاة. سلحفاة؟ لا. علي صوتي. قلت كده في الاختيارات. ثعبان، تمساح، سلحفاة. سلحفاة؟ غلط، تمساح. ما معنى كلمة تايجر؟ اسد ولا نمر ولا ضبع؟ ضبع. ضبع. شطوره. غلط. نمر. بضحك عليك. نمر. غلط يا ماما. نمر. حسدني بيه وغدر بيا. بس شطوره برضو يعني. ايه كده لو جاوبت هتكسبكوا. اسرع حاجة في الحيوانات كلها الصقر ولا البومة؟ الصقر. سطر ثاني. الصقر ولا البومة؟ البومة. غلط. الصقر. اولئك اصحاب الميمنة. اولئك اصحاب الميمنة. ليكي ثلاث غلطات يا اما تاخدي ثلاث خيارات. ثلاث خيارات. الغشية، البلد، الزلزال. الغشية البلد. اسكتي بقى. حد بيتكلم؟ لا بطل تعملي بتقول بتغششني. الغشية البلد الزلزال البلد. صح. الحصان بيولد ولا بيبيض؟
بيبي. غلط. عمل كسبت اخوان.